هاد العمل اللي قام به هاد القايد وهاد الثرياب ديال هاد الشيء. انا ما بقاوش فيه النظافه، ما كايناش كابينه، ما كاينش. الناس كيبولوا في الحوانت بالميكا، كيدخل الفريجيدير اللي فيها اللحم اللي كيبيع لعباد الله ويدير الميكا ويبول وعاد يحزم الميكا ويلوحها. هاد الشيء راه ماشي معقول، هاد الشيء راه تتقلد به الحكومه كامله واللي المسؤولين. وهادشي اللي داروا ديال هاد الترياب ديال هادشي راه معقول خصهم ما يبقاش دايرين فوضى.